هشام جرير مهتم بالشأن المحلي. حقا نهنوا انفسنا من البيضاويين على افتتاح هذا المرفق هذا ديال الكره الارضيه. وبالنسبه للمشكل الحالي يتداول بين البيضاوي والبيضاوي هو هذا الباساج بيطون اللي تنشوفوا دابا، بان الناس تعملوا بواحد الحركات شويه خطيره بالنسبه للناس الكبار في السن، وحنا تنحبدوا هذه الفكره ديال سحب، يعني حيدوا هذا الباساج بيطون، لانه فعلا بحكم ان تشتغلوا في ميناء الضاربه ذات ندوزو يوميا تقريبا من هذه النقطه هذه اللي فتحت النقطه السوداء، لا بالنسبه للسير والجوال لا بالنسبه حتى المواطنات اللي ولات التشابك بين الراجلين وسيارات السيارات، لان الراجل تيبغي يفرض راسه كراجل، والسياره ما يمكنش هو غادي يبقى هنا في هذا الممر ديال الراجلين حتى 15 ولا 20 دقيقه. وثانيا ربما هذا الافتتاح ديال هذه الكره الارضيه هذه مزيان، ولكن تيبان على الملاحظه هو ممر ديال اصحاب، يعني الناس اللي عندهم وضعيه اعاقه، خصوصا لان يفرضوا عليهم دابا شو يكون عندهم واحد المرافق. وكما تعرف اصحاب الاعاقه هي متعدده، اصحاب الكراسي واصحاب اللي بيكي، ربما واش هاد الناس ديال التعمير بمقاطعه سيدي بلوط انتبهوا بهذه النقطه هذه. وحاجه اخرى بان بات لي انسيابيه في السيوله ديال السير والجوال بهذه المنطقه بالذات، وهذه النقطه بالذات كانت مشكل بالنسبه للناس ديال الشرطه ديال السير والجوال، كانوا يتنقلوا على قبل واحد الباساج اللي كان تيسبب له عائق في عوض يخدموا في شوارع كبيره اللي فيها ازدحام كبير، تيجيو لهذه النقطه هذه باش يعني يديروا انسيابيه مشكورين. وهذا انا تنحب هذه الفكره، ونتمنى معنا من الله من الراجلين، ولان كما تعرف هذه المنطقه هذه فيها واحد الرواج تجاري وسياحي، يعني ما كاينش شي بيضاوي ما يمكنش يكون في هذه المنطقه هذه حكم كاين مقاهي وكاين مراكز تجاريه. نتمنوا على الله من البيضاوي يستعملوا هذا الممر الارضي ديال الكره الارضيه، ويحاولوا ما يدخلوش في هذه الصدامات، خصوصا حواجز كبيره تنشاهدوا دابا الناس كبار راجل كبير صعيب حركه بحال هكا قدر تسبب ليه مشكل اخر، لهذا نحاولوا باش نستعملوا الممر الارضي، والاساس والنقطه الاساسيه هو الولوجيه ديال الناس في وضعيه الاعاقه.